أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، والبداية من صحيفة المدى ونقرأ فيها مقالا بعنوان كيف يمكن إنقاذ العراق من أزمته البيئية المناخية الخانقة للكاتب خالد سليمان. يقول سليمان: نحن لازلنا في بداية فصل الصيف والذي يجبر السكان في الكثير من البلدان العربية كالعراق ودول الخليج تحديدا على البقاء بين جدران بيوتهم طوال النهار، وفي مدن مثل بغداد والبصرة تبدأ الحياة والحركة والأعمال بعد مغيب الشمس غالبا، ذلك لأن الحرارة تبلغ نصف الغليان إن لم تتخطاه. ويضيف الكاتب: قبل أيام رفعت شركات النفط العالمية في حقل غرب القرنة النفطي في محافظة البصرة رفعت الراية البنفسجية بعدما بلغت الحرارة 52 درجة مئوية، وتلجأ الشركات إلى رفع الراية البنفسجية كإشارة تحذير للعاملين واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، إذا كان الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى الإصابة بضربة الشمس وتعمل على قتل الخلايا الحية في الجسم. المشكلة لا تكمن في الحرارة فقط، بل في انقطاع التيار الكهربائي المستمر، ما يدفع بالأهالي بالاعتماد على المولدات الكهربائية، وهي بالإضافة إلى توليد المزيد من الحرارة داخل المدن لا تفي بالغرض ولا تساعد على تشغيل أجهزة التكييف، وإنما رفع الراية البنفسجية في العراق عن شيء إنما ينم ليس عما تم التغاضي عنه خلال العقود المنصرمة تجاه النظم البيئية في العراق، بل عن تدميرها وإخراجها قسرا عن الخدمة، بينما البلد يواجه آثارا قاسية ناجمة عن الاحترار العالمي. ولو عدنا إلى البيانات الشحيحة عن فقدان الغطاء النباتي في العراق يتبين لنا حجم الأضرار التي ألحقت بالنظم البيئية جراء العمران العشوائي والتجريف بفعل فاعل وغياب سياسة البيئة في البرامج الحكومية. ففي العقود الماضية تقلصت المساحات الخضراء من 50 إلى 17%، مما يدل على تقصير واضح في توفير المساحات الخضراء من قبل الحكومة وكذلك المجتمعات. كذلك تراجعت مساحات الأهوار العراقية جراء سياسات عراقية غير مستدامة في استغلال المياه. ويضيف الكاتب أن العراق فقد أكثر من ثلث بساتين النخيل التي كانت تشكل قبة خضراء أمام موجات الحرارة، فضلا عن بساتين الحمضيات التي تكاد تختفي في مناطق كثيرة في البلاد، فضلا عن تخلف إدارة واستغلال المصادر الطبيعية والنظم البيئية. وإلى صحيفة الكاردينيا ونقرأ فيها مقالا بعنوان عرض حال إلى مواطن فاسد من بلادي للكاتب مؤيد عبد الستار. يقول فيه: عزيزي المواطن، أرجو ألا تغضب، فإن لم تكن فاسدا لست المقصود بهذا النداء. أخاطب المواطن الذي يعرف نفسه ونعرفه حق المعرفة، نعرفه فاسدا من أخمص قدمه إلى قمة رأسه، مرتشيا بامتياز، سارقا للمال العام، نهابا لأموال اليتامى والمساكين، يسرق الكحل من العين ويأكل الجمل بما حمل. عزيزي المواطن الفاسد، لا تنتظر إنجاز معاملاتك في أي دائرة من دوائر الدولة إذا لم تقدم ما تيسر لك من مال حلال أو حرام، وإذا دفعت المقسوم لا تشتكي لأحد، فالشكوى لغير الله مذلة، ومثلما أفسدت في الأرض وحققت رفاهية بمال حرام سيأتي من يقصف ما لديك من أموال سواء بحلال أو حرام. عزيزي المواطن الفاسد، لا تتوقع شفاء من طبيب إذا مرضت، لأن العديد من الأطباء حصلوا على شهادات مزورة تساهلت بها أعلى سلطة تشريعية وسمحت لهم بالعمل ريثما يصححوا شهاداتهم بأخرى مشترات من كليات أهلية. وكما تعلم ويعلم الجميع جيدا، لا يستطيع صاحب الشهادة المزورة أن يفلح في عمل بحاجة إلى كفاءة ومعرفة،
وبالتأكيد لا يمتلكها من حصل على شهادته عن طريق التزوير. عزيزي المواطن الفاسد، لن يحصل أطفالك على تعليم جيد، لأن العديد من الجهلة أصبحوا حملة شهادات من شهادات الدكتوراه وغيرها، لذلك سيخسر أطفالك مستقبلهم ولن يصبحوا أعلاما في المجتمع يشار لهم بالبنان كما تحلم. عزيزي المواطن الفاسد، لا تأمل خيرا بالكهرباء، ستبقى عليلة مثل بدنك الذي تعشعش فيه المرض والأمراض تعشعش فيه، ومثل عقلك المهووس بسرقة ما تصل إليه يديك. عزيزي المسؤول الفاسد، اسرق ما شئت من أموال، من ذهب وفضة ودينار ودولار، ولكن اترك للمواطنين ما يسد رمقهم على الأقل، لا تتركهم على قارعة الطريق دون ماء وكهرباء وتهرب إلى بلدان العم سام وأبو ناجي والخيام. لا تهرب بالمال والبنين وتترك أبناء وطنك دون سند يعانون الجوع والمرض والهوان. وإلى صحيفة طريق الشعب التي نشرت مقالا بعنوان لا كهرباء ولا ماء يا حكومة الخدمات، للكاتب عامر عبود الشيخ علي، يقول فيه: في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها 50 درجة مئوية، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 14 ساعة يوميا في أغلب مناطق بغداد، تجددت أزمة شح مياه الإسالة وعادت مأساتها لتضيف هما آخر إلى معاناة المواطنين المتواصلة والممتدة إلى سنوات طويلة دون حلول تذكر. وتفاقمت الأزمة كثيرا هذه الأيام، حيث تنقطع المياه ساعات طويلة تصل في بعض المناطق إلى 15 ساعة يوميا، وتعود غالبا في أوقات الليل، ولا يمكن الحصول عليها إلا باستخدام المضخات الكهربائية. يضطر المواطن إلى السهر طوال الليل للحصول على فرصة لملء الخزانات، إضافة إلى ذلك لا يمكن استخدام تلك المياه للشرب أو الاستخدامات الأخرى بسبب احتوائها على شوائب وروائح كريهة. ما اضطر المواطن إلى اللجوء لشراء المياه من محطات التصفية الأهلية وتحمل أعباء مالية إضافية في ظل الغلاء المعيشي والظروف الاقتصادية الصعبة. والمفارقة هنا التي تدعو إلى الدهشة والاستغراب، هي أن الحكومة الحالية تطلق على نفسها تسمية حكومة خدمات بين هلالين، في حين لم يلمس المواطن أي خدمة تمس حياته المعيشية الآدمية وتؤمن له عيشة كريمة. الأمر الذي يضطره إلى تنظيم وقفات واحتجاجات مطلبية، وهذا ما يحصل في معظم مدن البلاد. ويتساءل الكاتب هنا: متى تلتفت الحكومة إلى المواطنين وتقدم لهم خدمات فعلية تمس حياتهم اليومية وتنتشلهم من واقعهم المرير المزري ومعاناتهم المستمرة بعدالة وإنصاف ودون تمييز بين مواطن ومسؤول؟ الآن نذهب وإياكم إلى صحيفة العربية الجديدة التي نشرت مقالا بعنوان هل دخل المشروع الصهيوني مرحلة التفكك وبداية الانهيار، للكاتب حسن نافع، يقول فيه: يواجه الكيان الصهيوني في المرحلة الراهنة أوضاعا تختلف كثيرا عن التي اعتادها من قبل في مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية وكذلك الدولية. فقبل طوفان الأقصى اعتقد قادته أنهم اقتربوا كثيرا من تحقيق حلمهم الكبير بشرق أوسط جديد تهيمن عليه دولة يهودية كبرى. ساعد على ترسيخ هذا الاعتقاد تزايد أعداد الدول العربية الراغبة في تطبيع علاقاتها مع هذا الكيان، ما أوحى بأن العالم العربي بدأ يتخلى نهائيا ليس عن القضية الفلسطينية فحسب، وإنما عن المبادرة التي تبنتها قمة بيروت العربية لعام 2002 أيضا، التي تقضي بموافقة الدول العربية من حيث المبدأ على تطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني شرط قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى جانب تعويضهم.
اعتقد كثيرون أن القضية الفلسطينية لم تعد مدرجة في جدول أعمال النظام العربي، وأنها بدأت تدخل بالفعل مرحلة التصفية النهائية. وتصور قادة الكيان أن تسارع معدلات التطبيع مع العالم العربي سيمكنهم من قيادة المنطقة، غير أن نجاح حركة حماس غير المتوقع في إطلاق طوفان الأقصى أربك هذه الحسابات كلها، وحول الأحلام الصهيونية الجامحة أوهاما غير قابلة للتحقيق. فبعدما يقرب من 9 أشهر من انطلاق هذا الطوفان، يبدو الكيان الصهيوني في وضع لا يحسد عليه، خصوصا بعد أن سقطت هيبة جيشه الذي لا يقهر، وانهارت سمعة أجهزة أمنه التي طالما تغنى بقدرتها على معرفة كل ما يدور في أرجاء العالم العربي بما في ذلك داخل غرف نوم قادته. والواقع أنه يمكن قياس حجم التدهور الذي أصابه منذ ذلك الحين عبر مجموعة من المؤشرات، أكثرها أهمية عجز أجهزة أمنه كلها عن رصد ومتابعة الخطط والتدريبات والمناورات التي كانت تقوم بها حماس في إطار استعداداتها للهجوم الجريء الذي نفذته في 7 أكتوبر 2023. الاستعدادات التي استغرقت شهورا طويلة، ما يعني ابتلاع هذه الأجهزة طعما أعد لها بإحكام شديد عبر خطة خداع استراتيجي. قد تستمر محاولات نتنياهو هذه لإطالة أمد الحرب خوفا من تفكك حكومته، لكنه لن يقدر ولن يستطيع أن يحافظ على تماسكها. وهذه انتقالة إلى صحيفة الشرق الأوسط، ونقرأ فيها مقالا بعنوان احتمالات التدخل الدولي في السودان للكاتب فيصل محمد صالح. نقرأ فيه: فتحت تطورات الأحداث في السودان الباب مجددا أمام الجدل القديم حول ضرورات التدخل الدولي في السودان، وهو جدل يتصاعد أحيانا وتنخفض وتيرته أحيانا أخرى، لكنه لم يختفي تماما من المشهد السوداني. نتابع المزيد. فأقام الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينتين من تدهور الأوضاع الإنسانية، ويزداد الوضع سوءا يوما بعد آخر مع عمليات القصف الأرضي والجوي ومحاولات الاقتحام التي يذهب ضحيتها المدنيون. وقد دفعت الأوضاع الإنسانية الصعبة في مدينة الفاشر وما قد يترتب على سقوطها من كارثة غير مسبوقة مجلس الأمن الدولي لتخصيص جلسة لمناقشة أوضاعها وإصدار قرار يطالب بوقف القتال وانسحاب القوات العسكرية من محيط المدينة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية. ورغم أن القتال قد خافت ووترته خفتت قليلا بعد صد القوات المشتركة لهجوم الدعم السريع، فإن القصف اليومي لا يزال مستمرا، وقد خرجت المرافق الصحية جميعها عن العمل هناك، وتسقط في كل يوم مجموعات من الضحايا المدنيين. ويضيف الكاتب: من الواضح جدا أن التدخل الدولي لا يمكن له أن يحدث إلا عبر اتفاق لوقف إطلاق النار، وسيكون تدخلا محدودا للفصل بين القوات وربما حماية المناطق المدنية ومراقبة وقف إطلاق النار. ومن الضروري التمهيد لذلك بزيادة الضغوط على طرفي الحرب وعلى الدول الداعمة كذلك لاستمرار الحرب التي تمد الطرفين بالسلاح والمعدات والمهد. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
نحن معكم دائما هنا على طاولة حوار. الآراء متعددة لكنها تتفق على فكرة الوطن، منحازة إلى شعب يستحق أن ننجو به من العتمة ليعيش تحت الضوء. قضايا شائكة وأخرى مصيرية وملفات بالغة الحساسية، انتماؤنا فقط إلى ما يتطلع إليه أهل العراق من غايات مستحقة ومقاصد. لا تنتصر الأمم إلا بمثقفين واعين لا ينفصلون عن ماضيها ويتطلعون بأفكارهم الإيجابية إلى تأسيس واقع أفضل فيه بيت القصيد. نستضيف قصيدة الإنسان والأوطان وننشد شعرا لوطن كبير، درة تاجه العراق وعهده الأبدي أنه لا ينسى فلسطين. ننقل لكم آخر المستجدات على الساحة، نرصدها لأمة لن تتخلى عن نصرتها. نحن نؤمن بواجب دعم قضايانا العادلة التي من أجلها كان منبر الرافدين. نفرد مساحة خاصة تعبرون بها عن واقعكم، فرصة من خلالها تضعون أيديكم على مفاصل البشر. نسمعكم ونتحدث إليكم بضمير لأننا صوتكم. قناة الرافدين مستمرون لأجلكم. الآن نتابع وإياكم فقرة الكاريكاتير. وإلى صور اليوم، حيث نشرت وكالة الأناضول خبرا بالصور حول إقامة الرسام الأذربيجاني منصور عزيزلي متحفا للطعام يضم مجسمات لمأكولات مختلفة في مدينة شاكل مشهورة بجمالها الطبيعي ومعالمها التاريخية شمالية البلاد. ويعرض عزيزلي البالغ من العمر 60 عاما مجسمات لمأكولات وحلويات ومشروبات من المطبخ الأذربيجاني في المتحف المخصص له. يصنع عزيز لي مجسمات ذات مظهر شهي يدويا من مواد مختلفة مثل البلاستيك والكرتون والسيليكون، ويصعب تمييزها عن الأطباق الحقيقية. ولا يصدق العديد من الزوار عندما يرون تلك المجسمات التي تشبه الأطباق الحقيقية في الحجم والشكل، لا يصدقون أنها مزيفة. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الهدف من المبادرة اللي عملتها هو مقاومة الاحتلال في محاولاته لتسهيل وقصف المدارس والجامعات وكل البنية التعليمية. طبعا في نسبة من الأطفال انحرموا من التعليم، ومش نسبة، غالبية الأطفال، بس أثرت على نسبة معينة اللي ما لحقوا يتعلموا في المدارس أساسيات تعليمية، بالإضافة إلى محاولة المبادرة في استكمال التعليم في هاي الظروف من أجل إنقاذ الأطفال من الجهل والأمية. حتى في البداية كان في عزوف من الأهالي والأطفال عن فكرة استكمال التعليم في هاي الظروف، يعني إيش حيستفيدوا؟ جيبي لهم أكل وحاجات بدل هذا الوقت اللي حضيعيه معهم بدون فايدة.
فهنا كان في تحدي كبير بهذا العزوب، يعني لقيت طفل بقول لي أنا بدي أروح ألم مصاري مش هستفيد حاجة من الدراسة، فكان التحدي هذا الكبير كيف بدي أحوله من عزوب لرغبة ملحة. قدرت إني أعمل من خلال خلينا نقول بريف توعوي للأهالي بأهمية التعليم وضرورته والحاجة الملحة للقضاء على الجهل أو للعلاج المرض هو التشخيص، فبلشت أوعيهم بهذه الجوانب بأهمية التعليم. لعند ما لقيت في استجابة نفذنا كذا نشاط، لقيت الطفل اللي كان عنده عزوف أول واحد قاعد. فؤاد جبال فؤاد بالفهد. لا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم، دائما وأبدا ظلوا في أمان الله، إلى اللقاء.